اخوان السلام عليكم. احنا لقيتونا الاخوان في جولة في الطبيعة، نولعكم معنا الاخوان. لقيتو دابا 10:30 ديال الصباح، والله الا لقيتوني الاخوان عاد فقط دابا قلنا راه نخرج نشوفو شنو كاينه في الطبيعة. الطويرات موجودين هنايا، واحد الطوير ديال السمريس عندو العيش ديالو هنايا فهاد الصفصافة هادي. المهم الاخوان حنا غاديين تيسر من الله نلقاو شي حاجه نصوروها لكم، يا شي شاسع طويرات اللي كان الغابة الممطرة. قلت لها غابة هديلة اخرج فينا شي ديب هنايا. النهر الاخوان دار هو دايز من هنا. الله كنت غنطيح اصاحبي. شو واحد الطريقة الاخوان هنا دايرة بحال شي غار، شكل الغار شو عطيتها الشكل ديال الغار. هنايا تلقى شي شيشة الاخوان عرفتي تاش هاد العش هادا، ولكن جا طلعك فيه خاي صعيبة بزاف. سمع ليا خاي الحسن اش كدير هنا، سمع الحسنية عندها عشافة الدخشيشة الإخوان، هادي هي عشافة الدخشيشة عندها تما العش. المرة اللي فاتت كنت دزت من هنا الطريقة هادي كانت كتسفر هنا، حتى دابا راه باقيين عندها فروخة دابا يكون معانا. سمع تبغي تشوفها ليه مكتبانش. دخلت وسط العليق هذا هو. شوف الطريق كيف دايره، شوف المهم بقاو معايا الاخوان. اخوان شنو نشوفو شي حاجة طاحت عندي في النصبة، عرفتي شنو هاديك اللي طاحت في النصبة؟ واش طويار ولا عرفتي طار عادي؟ انا بان لي بحال طائر الحسن بحال شي فرخ.
الشموع اللي طاح. تفكر طاحت شي حاجة منا الإخوان؟ ما نصعب الإخوان عليا. هو واحد نسيوه الإخوان. خلي الجمهور يتعرف عليك. باقي الاخوان نجر في الله. حنا نزيدو نصبرو شويه نشوفو واش كاين شي طويرات هنا. اخوان انا نوريكم واحد العشيش ديال طائر الحسون. واحد العشيش الاخوان ديال المقنين. شوفوا فين دايره. طاف طاف فين دايره اخي طاف. ها هو الاخوان. عرفت شي شي بالكم ولا لا؟ ها هو الاخوان. ها هو الاخوان هواد. انا خير امين سمع. راه هو يا